السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كملوا التمرين ديالنا، هذا هو التمرين الأول غادي ندخلو فيه باش نديرو سوليسيون. ألو، التمرين الأول نقراوه باش نخرجوه. إكري أن ألغوريثم كي بيرمي دو ريزود ليكواسيون دو سيكوند دوغري. ألو، شنو بغا يقولنا في هاد التمرين هذا؟ قالك غادي تكتب لي واحد ألغوريثم، هاد الالغوريثم كيحل لي المعادله من درجه ثانيه. احنا كنا كنعرفوا كيفاش تحل ديال المعادله من درجه ثانيه، نحسبوا الدلتا اذا كانت دلتا اكبر من زيرو اكسترا اكسترا اكسترا. غير هو في التمرين هذا غادي نديرو ان بروغرام الغوريثم اللي كيخرج لنا الريزلت ديال ليكواسيون سكوند غري. كاين وفرض علينا هنايا دو ميثود، فرض علينا دو ميثود باش نخرجوا هاد الجواب ديال الالغوريثم مشكور. الميثود الاولى هي انك تخرجوا فقط بلي تيست سي، والطريقة التالية هي أنك تخرجو بلي سي أمريكي. سي أمريكي العرض نذكر بسي سي، هي هادي تكتب عليها هاد الشكل سي، كدير هنا كونديسيون، كدير الأخر هنا فين سي. هادشي راه شتو في الألغوريزم ولا دابا تشوفو إن شاء الله. أما بالنسبة لسي أمريكي، سي أمريكي هي سي وسط سي. سي كدير هنايا فان فانسي، وعاد كتفتح واحد سي اخرى، كدير بعدا سي نو، وكتفتح واحد سي اخرى، وكدير فانسي ديال يعني سي وسط سي. المهم ما تحمقوش راسكم في السي. الشخص كون يكون عارفون في الالغوريزم، الشخص كون عارفين في الالغوريزم ماشي مشكل. اها، ارون ندوز الحل الجواب ديالنا اللي هو على هذا الشكل هذا. بالنسبة للجواب ديالنا ديال السؤال الأول هو هذا. ففي البداية ديال هاد التمارين غادي نحاول شوية نذكركم بالألغوريزم، ولكن راه في الحقيقة راه خصك داكشي تكون عارفو، محتاجش نقولو لك أنايا، غير غادي ندير معاكم زبون وغادي ندير لكم التذكير. أما أنا في هاد ليزيكزارسيس اللي كاينين هنايا راه كنركز على الأناليز نيميريك فقط، لا علينا. المهم اصلا التمارين ديال السيري ان كاملين على الالغوريثم، غادي نديكم تذكير على داكش لي باز ديال الالغوريثم. بالنسبه للالغوريثم هذا هو هذا الالغوريثم الجواب ديالو اون جينيرال. الالغوريثم كي الالغوريثم ديالنا بغينا نكتبو شي الالغوريثم في الكونف، الالغوريثم كيتكون من 3 بارتي. كاين بارتي ان، بارتي ان هادي كتسمى البلاصه اللي كنكتبو فيها الاسم، اسم ديال الالغوريثم. هاد البلاصة الاسم، هاد البلاصة هادي هي البلاصة ديال الديكلاراسيون ديال واحد، هاد البلاصة التانية، وهاد البلاصة هي التالتة. كل وحدة عندنا سمية، البلاصة كنكتبو فيها لو نون د الألغوريزم، البلاصة التانية كنديرو فيها لي فاريابل لي كنديكلاريوهم، يعني ديكلاراسيون دو فاريابل، ديكلاراسيون دو فاريابل، ديكلاراسيون دي فاريابل. المهم لا علينا هادشي، هادي ديكلاراسيون دو فاريابل. أما المنطقة التالتة كتسمى لو كور، يعني الجسم اللي كنكتبو فيه الالغوريثم ديالنا. كذلك نبداو ارور. بالنسبة لنا سميت الالغوريثم اللي سميتو ريزودر ايكواسيون، لو فاريابل خديت 3 فاريابل ا بي سي، خديتهم اونتي اونتي، يمكن لك تاخدهم ريال يعجبك. المهم خصك دير واحد الالغوريثم كي يخرج له داكشي اللي بغا هو، يعني كيخرج له كيدير له ريزولت ديال الايكواسيون دوزيام دوغري. الوغ اول حاجه خصنا نديروها هي اكرير، انك خصك توري للمستخدم الرساله انه مطلوب منه يدخل او بي بي سي. كما كتعرفوا انك راه بغيتي تخرج واحد الايكواسيون دوزيام دوغري، خصك دلتا. الدلتا شنو كتحتاج؟ كتحتاج ا، الدلتا كما كنعرفو هي بي مربع ناقص 4 اس. الدلتا شنو كتحتاج؟ كتحتاج هاد بي، كتحتاج هاد ا، كتحتاج هاد سي. بمعنى ما كانش عندك واحد في هادو، ما عندكش كيفاش دير تحل هاد المعادلة، سوا بورقة أو سيرو بيدك، سوا بكالكيلاتري، سوا بالألغوريزم. يعني ضروري توفرو هاد الألغوريزم. لهذا كطلب من المستعمل أنه يعطيك هاد المعلومات، تقول له اعطيني لي فالور دو ا و بي و سي. دير
ليه؟ هو انك كتشد المعلومات اللي عطاهم المستعمل كتدخلهم في الميموار ديال البيس لير ا بي سي. واحد الحاجه اضافيه، لير ا بي سي هذه ما كايناش، هادو باش يكونوا غير في اكرير الحمريه تشافياش. ارور دو تروازيام شوز ميرخ دا او بي سي شوال الشريطه الثانيه، خصو يحسب الداتا توفروا له بي فرو او توفروا سي ارور يحسب الداتا. الى ما حسبش الداتا ما يمكنش يكمل الحساب ديالو ديال ليكواسيون. ارور الداتا ايكال كوا، الداتا ايكال هي بي في بي موان 4 فوا ا فوا سي، سي كوم سا. المهم دابا الداتا ولات عندك، الداتا ولات عندك. دابا كندخلو سي، سي خاصة بالشروط، يعني سي كونديسيون في هاد المنطقة هادي. ألور إذا كان كونديسيون خاطئ كيخرج في حالو مكيطبقش السي هادي، كيتجاهل هاد المنطقة هادي كاملة ديال سي. إذا كان كونديسيون صحيح كيطبق هادشي لي في وسطو. ألور نفترضو أن هاد الضغط هدا كان أكبر من زيرو، هاد الضغط هدا كان أكبر من زيرو. ألور كاين جوج حروف إكس أن إيكال هاد الضغط هادي ما تتعني لافيكتاسيون، لافيكتاسيون بما تنقولو أ نديرو لافيكتاسيون إيكال بي، هادي راه إيكيفالون ديال أ إيكال بي، بحال شتي هادي بحال شتي هادي بحال بحال. ألور نكملو إكس إيكال موان بي موان كدا، هادي إكس أن، يعني قلنا عندنا جوج حروف عندنا إكس أن إكس دو. إكس أن إيكال هاد التعبير هدا و إكس دو إيكال هاد التعبير هدا، و في الأخير كتبين المستخدم، كتبين المستخدم السوليسيون لي عندك. إليا دو سوليسيون، إكس أن كتعوض بالقيمة لي كانت هنا، إي إكس دو كتعوض بالقيمة لي كانت هنا كوم سا. هادي في حالة شي كطبق في حالة وحدة إذا كان دلتا أكبر من زيرو. نفترضو أن دلتا إيكال زيرو، إذا كان دلتا إيكال زيرو إليا أون سول سوليسيون، يعني عندنا غير إكس معندناش جوج حلول. إكس إيكال موان بي سير دوزا، هذا هو الحل. كتخرج للمستخدم الرسالة إليا أون سوليسيون اللي هو إكس، إكس كتعوض بالقيمة. كما قلت لكم إذا كان هذا خطأ ما غاديش يدير هادشي، غادي يتجاهلو وما يدير حتى حاجة من هادشي. سي كوم سا. ندوزو للشرط الثالث، سي داتا أصغر من زيرو ألور مكاين شحال، ألور أتخرج بواحد الرسالة بعد صغير صغيرية. سي كوم سا، هدا هو الحل ديالو. بمعنى تقول لي علاش حنايا دايرين في هاد الشروط و داكشي، في الحقيقة كاين شرط واحد لي غادي يطبق في هادشي. إذا خدم إذا كان داتا أكبر من زيرو غيطبق هادشي، و هادو يسمح فيهم، هادو يسمح فيهم. إذا كان هاد الشرط صحيح هادو يسمح فيهم وهاد الشوش ويطبق هذا. الى كان الاخر صحيح كيدير نفس الشيء. المهم الكونديسيون اللي صحيحه كيطبق داك الشيء الوسط. هادي هي سي، وهذا هو الجواب للسؤال الاول. ومع السلامه، صلى الله عليه وسلم.